الفرصة تأتي للجول للجول ما زالت خطيرة. الله إن كان الهدف الأول ملغي فهذا لن يلغى، إن كان الحضور الأول بهدف ملغي هذا لن يلغى. هنا تسجيل الدخول كان من الضيوف، تسجيل الدخول كان من قبل فريق هذا المدرب أنطونيو أريولا من خلال هدف أول على طريق سيمينيو يسجل الهدف الأول ويمنع هدف السبق لفريق بورنموث في وقت كنت أذكر هذا الفريق. ترسل داخل منطقة الجزاء، الكرة ما زالت منقولة، كرة داخل منطقة الجزاء راسية تحضر. الله كان يظهر للجميع كم هو مستشعر دور القيادة، يعتبرون كبار القوم هناك في إسبانيا. يا أليسون ماذا تفعل يا أليسون؟ أي خطأ ارتكب، أي خطأ اقترف هنا بطاقة ما لونها بطاقة صفراء على الحارس البرازيلي. نعم، وكأن بورنموث يريد أن يؤكد مصلحة فريق بورنموث. كرة ترسل عالية لكن أليسون، هنا تمهيد وأرنولد في عرضية، أرنولد في توغل، بل في تسديد ولكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية. الكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية في هذه اللحظات. نعم، أرنولد نقلة من الجهة اليمنى عرضية، فرصة تأتي هناك سقوط، مطالبة بوجود ركلة جزاء لكن لا وجود. يا سوبوسلاي، سوبوسلاي وفرصة لاحت لهذا الهنغاري بأن يفعلها. سلام وبعد ذلك تمهيد، جاكو في التسديد ولكن بعيد. بعيدة كانت كرة الهولندي جاك. سولانكي يحاول، سولانكي ما زال، سولانكي والتسديد لكن ايضا بعيدة الى خارج الملعب. وعادت الى ركلة امام صلاح اللي حاول ان يصحح. قالت قائمة، فرصة تأتي من اجل الثاني، من اجل الثاني. قول هنا الى انفيلد، كرة عن طريق صلاح، ممتازة الكرة عرضية تأتي، التعادل يضيع. حارس المرمى البرازيلي نيتو على مرتين يتصدى للكرة، على مرتين في كرة وفي مو السريعة. سولانكي، سولانكي فرصة لا تأتي، عرضية لا تأتي، خطيرة. الله الله الله، إشراقة موسم الفريق الأحمر تأتي بألوان كولومبية بهدف من الأهداف الرائعة، بهدف من الأهداف التي فيها من الجمال. عن طريق سوبوسلاي، ممتازة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على دياز وعلى سوبوسلاي قبل دياز، لكن صلاح لاحت له فرصة هنا عن الثاني. هنا جوتا وتمريرة صلاح، صفر ركلة جزاء لسوبوسلاي، ركلة على تنفيذ. هذه جول، أوه جول 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 جول، بدأ في العمل أهداف هنا من خلال هذا اللقاء ومن خلال الوصول الأول. تصدى نيتو ولكن الملك فعلها، فأوامره لا تقبل إلا الإصغاء. بعد التصدي من نيتو المتابعة كانت موجودة، والتسديدة اليسارية في شباك نيتو يتمكن محمد صلاح في مرر الكرة. يا سلام، الله الله، أرنولد ولديه من المهارة ما تكفيه بأن يراوغ وبأن يجد لنفسه زاوية منقولة عالية. بعد ذلك فيرجيل فان دايك بالرأس، ارتقى فيرجيل وراسية، دافع من جانب دياغو جوتا، خطأ على أليكسيس. أوه جدا هنا في فريق ليفربول. سوبوسلاي هدف التعزيز، هدف التأمين، هدف الأمان، ولكن خلف الخطورة هناك سوبوسلاي، خلف الخطورة هناك مجري اسمه سوبوسلاي. شوت No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. This one of the great amphitheatres of the game. You are welcome to it and indeed to one of the grandest fixtures.
just joining us, we are already on the way. Richarlison. He's through, now is he in? Great skill, that's nice. There's a counter-attack chance here for Argentina. And here's Messi. Messi! Oh, fine stop from the keeper. Well, as Tesco Peter, the keeper has just received an A-plus grade. Good spot, he's seen the run. Lewandowski, Messi, Fred. Now that is one way to stop him. And here's Immobile. Oh, what a ball! Ederson with the clearance. And here's Immobile. Fabinho. It's a throw in. Alexandro. Lucas Paqueta. And here's Neymar. He's left his man. He's in, surely. Richarlison gets flagged offside. Does really well there, strong defending. Looking for the runner, poor pass that, sloppy. Oh, super ball, gets away from his opponents. Mohamed Salah! Goal, Argentina! Argentina clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered.